الأسبوع اللي جاي في تجارب بس النوع آخر، لأن في الحفلة هيبقى في تشكيل بحري يمر في الحفلة مسافات معينة سرعات معينة في عرض بحري، لازم التشكيل دي يعاد تمركزه إلى منطقة الاحتفال ويبدأ التدريب على العرض البحري. لكن أنا اطمئنية النهاردة بعبور قافلة الجنوب من مجرى الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل الشكر وكل التهنئة لحضرتك اولا صاحب الفضل الكبير بعد ربنا، ولكل رجال الهيئة الهندسية، ولكل الشعب المصري، وكل رجال هيئة قناة السويس اللي فعلا وصلوا العمل ليل نهار، اللي هم جهود حضرتك يعني. طبعا نجاح تجربة التشغيل النهاردة دي رسالة ابهار للعالم ان مصر قادرة وان الشعب المصري يستطيع. فحضرتك بعد مرور اول ثلاث قوافل عايزين نطمن بس، هل التجريب هيستمر يوميا حتى يوم الافتتاح؟ وهل يوم الافتتاح هيكون السفن اللي هتعدي بنفس الغواطس او اكبر من كده او اقل من كده؟ وهل قناه السويس بعد الافتتاح هتستمر في العمل مباشره على طول، ولا هناك بعض التشطيبات النهائيه اللي ممكن تستكمل بعد الافتتاح؟ شكرا فندم جدا جدا. انتهاء العمل محمد جبر جريده الجمهوريه. مش اللي وقعت قبل كده؟ اللي هيروح الحفل يا فندم، ما تنسى انت وعدني. العمل بينتهي قبل الحفله بمجرد الكركات للمجرى الملاح. تمام؟ وباعطاء اشاره بدء تشغيل قناه السويس الجديده.